تستضيف خانسلا بمقر دار الثقافة في الفترة الممتدة من 7 إلى 11 نوفمبر 2024 هذا الشهر المبارك الشهر الثوري. الصالون الوطني للزربية سوف تقوم باستقطاب أكثر من 14 إن شاء الله ولاية. الهدف هو احتكاك هؤلاء الحرفيين فيما بينهم لتقصي والاكتساب أكبر خبرة ممكنة. خلال الصالون هناك عدة نشاطات، منها دمغ للزرابي التقليدية، معرض وبيع، مسابقات، زيارة ورشات الحرفيين، وزيارات سياحية للوفود من الولايات المزاوية. خطاش الزربية كي تكون مدموغة تتسوق خير من الزربية اللي ما تكونش مدموغة. والدمغ هذه طريقة بسيطة احنا نستوي خاصة نستوي الحرفيين أنهم يتقنوها في عملية الزرب الصناعة الزربية. يعني جيت نشوف ولاية خنشلة المنتوج تاعها والحرفيين اللي خدموا في مكان العرض، وكذلك بعض الافكار اللي ممكن ولا المعلومات اللي ما احنا ما نقدروش نعرفوهم نوصلهم الميساج للحرفيين تاعنا في ولاية شلف.